ونتابع معكم الآن تفاصيل الأخبار الاقتصادية. نعم، وزميلة شروق عماد، مساء الخير شروق. أهلا بك رجائي، أهلا بك إلهام، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. شاركت البورصة المصرية في مؤتمر بناء أسواق المالية الإفريقية في دورته 11 والذي عقد هذا العام تحت عنوان إدارة المخاطر في أوقات الاضطراب، واستضافته بورصة زيمبابوي. شارك في المؤتمر لفيف من وزراء المجموعات الاقتصادية وعدد من كبار صناع القرار في الدول الإفريقية، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين، وناقشت عددا من الموضوعات الهامة من بينها مدى استقلالية البورصات الإفريقية عن الأسواق العالمية والمخاطر النظامية الناشئة بسبب الممارسات المصرفية السيئة. كما ناقشت الجلسة تأثير معدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاديات الإفريقية ودور أسعار الصرف متعددة المستويات. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 96 لعام 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئتي، سيرا على الشركات المقيدة بالبورصات المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وبموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات التي لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الفورية أو الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 من مارس 2023، وذلك في موعد أقصى 30 من مايو المقبل لعام 2023. أكدت الحكومة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو 2,117,000,000 دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشارت الحكومة إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية في القارة بلغت 1,611,000,000 دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 306,000,000 دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. أعلنت الحكومة اليابانية أنها تستهدف جذب 100 تريليون ين، أي حوالي 750 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030. كما أعلنت عن استهداف المزيد من المواهب الأجنبية والعاملين عن بعد المعروفين باسم الرحل الرقميين كجزء من سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية. وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي أكدت فيه تفشي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا أهمية تبسيط وتعزيز سلاسل التوريد للمكونات الحيوية وضمان الأمن القومي داخل اليابان، التي تزيد تعزيز مكانتها كمركز للإنتاج والأبحاث، مستفيدة من ضعف الين الذي سيكون بمثابة حافز للاستثمار الأجنبي. انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم، وعودة من جديد إليكما إلهام ورجاء. شكرا لك يا شروق عماد على هذا العرض.